تخافش على الأهلي. ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي مواقفه الوطنية والتاريخية متسقة بل منطلقة من الثوابت لبلده والوطنه والانحيازات المصرية تاريخيا. شفنا هذا التضامن مع هذه القضية العادلة ومع أصحاب هذا الحق الأصيل الثابت، وما ضاع حق وراءه مطالب. لكن نبقى دائما في الفقرة الثانية، ولما بتوسع من الكبار. الحقيقة الدنيا دلوقتي في ظل انتخابات الزمالك خلاص سوء الحلاوة جبر، المزايدات يوميا، كله بيزود وكله بيعلي. ما يتعلق بنادي الزمالك ده أمر يخص طبعا القائمين عليه والمرشحين ليه، لكن لما يكون الزج باستمرار باسم النادي الأهلي تشعر أنه ما فيش حاجة اتغيرت، ما فيش حد مشي وحد غيره هيجي، المنهج موجود ودغدغت مشارع مدغدغت مشارع مشاعر الجماهير في الشارع هي الأساس، ومحاولة التلكيك للأهل بأي شيء. وطبعا فصلا للموضوع ده وتبيان للحقيقة فيه، لاحظنا الدكتور كمال درويش، ولما بنقف عند كلام الدكتور كمال درويش بنقف معاه لثلاث أربع أسباب. الجزء الأولاني أنه راجل صاحب تجربة ناجحة مع الزمالك، وواحد كان ولا يزال طبعا أستاذ مرموق للإدارة الرياضية، ثم أنه بيعد مرجعية بين كبار نادي الزمالك، وده راجل له أبحاثه وله طلابه وله زمايله وله مكانته العلمية. تجربة نادي القرن أو قضية نادي القرن بدأت في عصره، وهو كان موجود على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك. والأغرب والأدهش أنه مجلس إدارة الزمالك وقتها مشكورا عندما منح الأهلي لقب نادي القرن، بادر نادي الزمالك بتهنئة النادي الأهلي، بل أن الأهلي لما عمل مباراة الاحتفال بنادي القرن أمام ريال مدريد في 2001 كان هناك وفد من نادي الزمالك في الملعب بيبارك للنادي الأهلي برئاسة الدكتور كمال درويش، والكابتن عزمي مجاهد الله يرحمه كان يجلس بجانبي، والكابتن عزمي مجاهد عضو مجلس، والمناسبة اللعب بين نادي القرن الأوروبي ونادي القرن الإفريقي على كأس. ووجه الأهلي الشكر لمجلس إدارة الزمالك، علشان كده بقول لكم وجود الدكتور كمال درويش في هذا اليوم، تهنئته، باقة الورد اللي بعتها، التهنئة اللي بعتها، الحفاوة اللي قوبل بيها، كلها كانت مشاعر جميلة جدا تتسق. وقيمة هذا الرجل من 21 من 2001 لغاية النهاردة بنتكلم في 22 سنة، لكن يبدو أن مياها كثيرة جرت في النهر، وبقت المسألة كله عايز يزايد وكله عايز يقترب من الجماهير. رغم هذا الثابت التاريخي، تحدث الدكتور كمال درويش أيضا في خضم هذه الأجواء الانتخابية كلاما يمس النادي الأهلي والحقيقة. نشوف. هو ببساطة شديدة الأستاذ مصطفى فهمي غير اللائحة بدون علم نادي الزمالك وإدارته، بحيث إدى الفرصة لحدوث هذا الشيء في نفس التوقيت. معهد الإحصاء التابع للاتحاد الدولي أعطى نادي القرن لنادي الزمالك في نفس التوقيت. كانت الناس بتقول لا ده ما حصلش، وإن الكلام ده مش صحيح. الكلام ده قاله نصا تلفزيونيا حينما دخل انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، ولما حصل إن هو لم يوفق في الانتخابات أنهم توصيته إن أنا اللي جاي من نادي القرن. هذا حصل ورجعوا لحواراته في لجنة، هو ده اللي حصل. وإحنا الناس منطقيين يعني أنت يكفيك إنك أنت أكثر عدد من البطولات موجود، يعني أنت 9 بطولات هو كان 7، طب أنت بتحدد بناء على إيه؟ وعين نادي القرن في كرة القدم، يعني لو كان في كرة القدم انت اكيد 9 بطولات. الحل ايه اللي اتغير في التنظيم بحيث ان تم هذا؟
ما احنا كان ساعتها ما لناش يد، احنا فوجئنا، لكن انصتنا اللي هو معهد الاحصاء التابع. طب حضرتك ليه بيقولوا ليه ما خدتش بعد كده اجراءات ضد الكاف؟ ليه تعمل اجراءات ضد الكاف اللي هو طالما بقى عقيدتك؟ اتكلمنا وعملنا كل اللي ممكن يتعمل، لكن خلاص بيطلع القرار طبقا لتنظيم حصل توافع عليه الاتحاد الافريقي، فخلاص خد القرار ما بيرجعوش في اي قرار. انت شفت قرار من القرارات الاتحادات دي بيتراجعوا فيه، لكن انصتنا ساعتها معهد الاحصاء التابع. طيب ان الدكتور كمال يا باشمهندس يبقى رايه انه الكاف ظلمنا وان هو سكت وقتها ليها قضيه تانية، لكن ما هو غير حقيقي في الكلام اللي قاله؟ انه مبدئيا ينسب الى المهندس مصطفى فهمي انه لما ترشح في انتخابات الاهلي قال لهم انا اللي جبت لكم نادي القرن وما انتخبتونيش زي ما هو بيقول، وده طبعا ادعاء فيه كميه ظلم وتجني كبيرة على حد بقيمة المهندس مصطفى فهمي، وعلى الحقيقة الحقيقة اللي هو نفس الدكتور كمال كان بيقرها وبيهني بيها وبيحضر الاحتفالية بتاعتها، لكن بيقول لك أصله غيروا اللائحة. مين اللي غير اللائحة وفين اللائحة اللي اتغيرت؟ لا وإمتى؟ طبعا مفيش حاجة اتغيرت، الكلام ده نشر في الأهرام 94. أيوة. أول ما الناس سمعت عن فكرة إن هيتعمل ترتيب لأندية الأكثر لأندية القارة بمناسبة الاحتفال باليوبيل بتاع البطولات الأندية الأفريقية، لا كان في نادي القرن ولا في تصنيف، الاتحاد الأفريقي هيحتفل باليوبيل بتاع 94 بطولاته في 94 في 94 فجهز رانكينج أو تصنيف بنقاط في هذا التصنيف وقتها في 94 قبل أن ينسحب النادي الأهلي لمدة 3 سنين من المشاركة. كان الزمالك في المركز السادس والأهلي في المركز الأول. طب هو غير إمتى بقى؟ فإذا كان بس ما تكلمونيش في ودني وأنا بتكلم يا جماعة من فضلكم. فإذا كان هو بيقول غير همشي معاك، غيروا امتى؟ انت بقى من 94 قربت ما بعدتش، ده تعرف انت لو انت كنت انت المتصدر وبعدت فنقول نتيجه التغيير، لكن اذا كان هو غير يبقى هو غير لصالحك، لان انت قربت بالنظام ده، انت قربت من النادي الاهلي بقيت التاني. فاذا لم يحدث تعديل لم يحدث تغيير، ولكن لما طبقوا المعايير هو الزمالك عايز يعمل ايه يا استاذ ابراهيم؟ في حاجات كتير جدا. طيب اما يجي علشان بس القرعه دلوقتي بمناسبه الاتحاد الافريقي، الان اجريت قرعه كاس الامم الافريقيه اسفرت عن وقوع مصر على راس المجموعه الثانيه، معانا غانا والراس الاخضر وموزمبيق. اذا قرعه مصر في بطوله كاس الامم يناير القادم في ابيجان في المجموعه الثانيه، ومعانا غانا والراس الاخضر وموزمبيق. مجموعه قويه، الراس الاخضر طبعا بقول لكم قويه جدا. يعني لو تتذكروها يعني غانا والرأس الأخضر وموزمبيق مع طبعا مصر. غانا احنا عارفينها. أيوة. موزمبيق متوسطة زي زامبيا كده اللي لعبناها النهاردة. أيوة. لكن الرأس الأخضر فريق قوي. وغانا هي غانا. طيب هو ده بقى اللي كان بيقولوا لي فيني. المهم احنا دلوقتي بنتحدث انك انت غيرت موقفك نتيجة زي ما انت بتقول جرت مياه كثيرة في النهر، أصبحت تستدعي إن نقول كلام جديد. أيوه. بس يقول كلام جديد يكون حصل أو وجهة نظر بتبنيها على معطيات حقيقية، لكن أنسب لراجل النهارده مش موجود بينا إنه قال كلام لا يمكن يصدر من حد. يعني ما هو بص أقول لحضرتك على حاجة يا باشمهندس، إحنا يا جماعة أكتر قضية أصابت الناس بالملل والزهق قضية نادي القرن. الى درجه انه مرتضى منصور راح لوزاره التموين عايز ياخد يسجل علامه تجاريه انه نادي القرن، فقالوا له احنا مش بتوع روح لشوف مين اللي بيدي اللقب. فبقت قضيه مزايده، الكلام في تفاصيلها الفنيه ده استدعاء للزهق، لانه الحقيقه كل دي يمكن مجموعات كاس الامم. الاسبوع اتعملت حاليا الاسبوع الماضي الاتحاد الافريقي لما اشار النادي الاهلي اشار اليه ازاي؟ هو في حاجه يا جماعه بس النظام اللي اتعمل بيه التصنيف اللي اتعمل بيه هو اللي معمول بيه لغايه النهارده.
يعني ده الكلام الغريب العجيب. اي حد معترض البوينتس والمعايير اللي اتحطت سنه 94 هي معمول بيها لغايه اللحظه. التصنيفات بتاعت الاتحاد الافريقي وتوزيع الانديه على المجموعات في كل مناسبه هي نفس المسطره اللي معموله. لكن احنا هنا ده على فكره ما نشر في الاهرام في 18 فبراير 94 يا دكتور كمال، الاهلي زعيما للكره الافريقيه، والكلام على ما صدر عن الاتحاد الافريقي من ترتيب لانديه القاره. لا المهندس مصطفى فهمي غير ولا عدل ولا جدل ولا حاجه مما هو منسوب اليه. لكن ان انت ما اشتكتش، لا انتوا رحتوا للاتحاد الافريقي. انا عارف ان الدكتور كمال والدكتور اسماعيل سليم وقتها راحوا للاتحاد الافريقي. عشان بقول لك بص الترتيب، كوتوكو خلفه، وبعدين كانون يا ويندي، وبعدين الزمالك ياتي في المركز السادس. يا اخي انا بعتمد على الذاكره بس اهو قدامنا اهو. طب من سنه 64 بقى بعد النظام ده ما اتحط 94 في الست سنين لنهايه القرن، انت اللي تقدمت، انت تقدمت للمركز الثاني. بالعكس الاهلي كان لا الفضل الاول ولا زي الاول، كان بيبقى كسبان الدوري انت بتخش بداله. طيب يعني الحقيقه قضيه ممله جدا، لكن للاجيال الجديده، لان الدكتور كمال ذكر ما يخص المهندس مصطفى فهمي ونسب اليه، قال ايه؟ اعترف اثناء الانتخابات. وانا هنا لما بنقول لما بتوسع من الكبار بيبقى شكلها وحش قوي بجد، لان انت بتتكلم على واحد بتنسب له ان هو قال الكلام ده، ان انا جبت لكم قضيه نادر، ان انا كسبتكم نادي القرن، فكان حقي انجح في الانتخابات.